هذه الشيله الترحيبيه مقدمه من اخو العريس صالح يحيى جراد، وكما هي مقدمه من علي عبد الله جراد وعارف ضيف الله جراد وفهد يحيى، يهدونها للعريس الغالي فارس يحيى جراد بمناسبه زفافه الميمون ودخوله القفص الذهبي. فالف الف مبروك. يا لا لا اهلا واصحاب. حصريا على قناه بشار الرازقي للانتاج والتوزيع الفني. احب معتنا للاهل واصحاب لا في التصاعر وارحبوا يا اهل الحميوه. لا 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 يا لا لا اهل واصحاب لا نهدي المراحب معتنا للاهل واصحاب لا في التصاعر وارحبوا يا اهل الحميوه. لا 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 يا لا لا اهل حوي التاب لا في عيش فارس خطها بلا حوي التاب على جبان يرها جسم زهر بلا هدية. لا 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 يا لا لا شنة اصحاب لا مبروك يا فارس عجل ما شنة اصحاب لا وجمال جهان نبعس الفرحة هنية. لا 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 يا لا لا كل الاحباب لا بارك وشارك بالتهاني كل الاحباب لا وجمال جهان من خويها النخوية. لا 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 يا لا لا خاتم الباب لا يجي لك براس العزل صالح ولقب لا من سجر دعاني وصف معدنية. لا 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 يا لا لا واسمر طاب لا هنا علي عبد الله طاب السمر طاب لا وهداك عارف ضيف بده نرجسية. والكل هنود اخوان واصحاب زفون طيب غلاهون اليوم فرحة قوية اليوم فرحة قوية. حصريا على قناة بشار الرازقي للإنتاج والتوزيع الفني.
على قناة بشارة الرازعية للمتاجر.